بين تراجع وتقدم، تستمر معارك حما بين الجيش الحر وقوات النظام. أما الحالة السائدة بين عناصر الأخير هي التوتر والإحباط، والنتيجة خسائر فادحة ونتائج لا تحمد عقباها بالنسبة لأهل المدينة، حيث يبدأ النظام بالضغط عليهم بطرق وأساليب مختلفة، منها التجديد الأمني من خلال زيادة الحواجز، بالإضافة إلى مصادرة الكثير من البضائع التي يتداولها الناس بين المحافظات. وأما عن الضغوطات التي أقر بها النظام، فقد تمثلت بأمور عدة أهمها: تكليف المشفى الوطني بتخصيص ميزانية مالية للعام 2016 المقبل تختص بشراء التوابيت والأعلام لتكفين قتلاه، وتقليص استقبال أعداد المرضى من المدنيين في المشفى إلى 45% بعد أن كان يستقبل ما نسبته 65% من المرضى المدنيين خلال العام 2015، علما بأن المشفى الوطني أنشئ للمدنيين فقط. أهالي حما من جهتهم أفادوا أن التجديد الأمني في المدينة بلغ أشده منذ سقوط مدينة مورك، فقد قام النظام باستبدال عناصر الحواجز التي اعتادها الأهالي بعناصر أخرى تم استقدامها من فرع الأمن العسكري الأكثر تشددا ودموية ورهبة في المدينة، حيث طال التغيير في العناصر كلا من حاجز القوتلي في ساحة العاصي، وحواجز منطقة ضاحية أبي الفداء، وحواجز مشاح حي جنوب الملعب، وحواجز منطقة حي الإعلاليات والفراية. هذه التغييرات نتج عنها اعتقال 91 شاب و22 امرأة بشكل تعسفي، والأهم عدا عن إعادة توزيع مخبري النظام بين الأحياء ونقل بعضهم إلى أحياء يعتقد النظام أنها قد تكون نواة لخلايا نائمة من الثوار تابعة للجيش الحر أو الإرهابيين على حد وصفه. سهر الأحمد، أورينت نيوز.